السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة سلامة رمضان، فيديو جديد ومتجدد معاكم. فيديو النهاردة فيديو سياسي، أرجو إن أنتوا تدعموني وتتفرجوا على الفيديو للآخر ولايك للفيديو ده وعايزين تعليق في الكومنتات. الفيديو ده والله العظيم أنا تالت مرة أسجله دلوقتي، كل ما أسجل الفيديو بسجل بيه الكاميرا الأمامية، أرجع بعد ما أكون شغلت الكاميرا وأرجع تاني أخلص الفيديو ألاقي الفيديو مش متسجل ولا متسيب عندي. رجعت اشتغلت على الكاميرا الأمامية، عشان خاطر أشوف الرؤية وأشوف العداد بتاع الكاميرا بيعد قدامي وأخد بالي إن هو متصور. فيديو النهارده بيتكلم عن تعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. مين هو الفريق أسامة عسكر، ومين هو الفريق صدقي صبحي، ومين هو الفريق محمد حجازي، ومين هو المشير عبد الفتاح السيسي، وإيه علاقة الناس المحترمة دي كلها ببعض؟ نتكلم ونقول في عجالة. ظهرت تلك الأسماء الجميلة والقوية في القوات المسلحة المصرية بيان ثورة يناير 2011. الحاجات الناس دي ظهرت في على الساحة، وخصوصا بعد تسليم الرئاسة للرئيس المؤقت عدلي منصور. ظهر الفريق عبد الفتاح السيسي طبعا أيام ثورة يناير وبدأ يتكلم. ظهر طبعا كان احنا عشان نتكلم بس باختصار يا جماعة، كل الدول وكل المخابرات على مستوى جميع الدول الأجنبية والعربية والأوروبية وكله في جميع أنحاء العالم تقوم بصناعة رجال لقيادة المناصب في الدولة، وإلا تكون دولة فاشلة. يعني ما تجيش تقول لي في رئيس جاء مسك كده بالصدفة، في رئيس أركان مسك بالصدفة، في رئيس قائد لجيش مسك بالصدفة، لا، في ناس بتصنعها القوات أو أجهزة المخابرات في جميع الدول لتولي المناصب القيادية في الدولة. يبقى يقول أنا همسك عندي قائد للجيش الثاني الميداني السنة الجاية فلان، اللي بعديها فلان، طب لو فلان ده مات هيجي فلان، لو فلان ده ما ينفعش هنجيب فلان. ده عشان نبقى عارفين ومتفقين على هذا الكلام. والناس دي بيبدأ تدريبهم وتنمية مهاراتهم وزيادة الدراسات بتاعتهم والبعثات الخارجية بتاعتهم للخارج عشان يكونوا بعد كده قادة في خاصة في القوات الحربية في أي دولة من الدول. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قائد المخابرات الحربية، ثم تولى القائد على قيادة القوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم بعد كده لما بدأ يترشح للرئاسة ساب المنصب ومسك مكانه الفريق صدقي صبحي صالح، ثم بعد كده الرئيس عدلي منصور رشح الفريق محمد حجازي رئيسا للجيش المصري ورئيس اركان حرب القوات المسلحه خلفا للفريق صدقي صبحي صالح. طيب مين هو الفريق اسامه عسكر والمناصب التي تولاها؟ هو مواليد 1957، يعني اصغر من الفريق صدقي صبحي بسنتين. كان تخرج من سلاح المشاه، وايضا الفريق صدقي صبحي تخرج من سلاح المشاه، وايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي تخرج من سلاح المشاة. يبقى الناس دي طبعا عارفين بعض ودارسين بعض، وطبعا كل قيادات الجيش بيكونوا عارفين بعض كويس جدا جدا جدا، فما بالك بابناء سلاح واحد اللي هو سلاح المشاة. له دور بارز في تولي قياده العمليه الشامله اللي هي بدات في 2015، وكان حصل عمليه ارهابيه في سيناء في 2015 على اسرها. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه وكون قوة لمكافحة الإرهاب في منطقة شرق القناة، وخلى الفريق أسامة عسكر قال رتبة فريق وتولى قيادة قوات مكافحة الإرهاب، ويعتبر نجح فيها بشكل كبير جدا، لأن الحمد لله في استقرار دلوقتي في سيناء. والدليل على ذلك أن الرئيس أول امبارح من يومين ألغى قانون الطوارئ، وده بيقول إن احنا الحمد لله مش محتاجين ليه من احنا عشان خاطر نحارب او نستخدمه في مكافحه الارهاب. في 2015 تولى قياده منطقه شرق القناه في الحرب ضد الارهاب بعد الغاء قانون الطوارئ ب 48 ساعه. تم تعيين الفريق اسامه عسكر رئيسا لاركان حرب القوات المسلحه، وده بيقول ان هو راجل نجح في المهمه بتاعته. تخرج عسكر في الدفعه رقم 70 من القوات الحربية بسلاح المشاة، تدرج في المناصب في سلاح المشاة، حصل على زمالة كلية الحربية في أكاديمية ناصر العسكرية، أخذ دورات تدريبية كبيرة جدا في وبعثات خارج مصر، تولى المنصب خلفا لفريق محمد حجازي. فريق محمد حجازي تم تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.
كان قائد الجيش الثالث الميداني في عهد الفريق صبحي صالح، حصل على زمالة كلية الحربية العليا، كلية الحرب العليا بأكاديمية مصر العسكرية. اسمه أسامة أحمد رشدي عبد الله، عسكر من مواليد محافظة إدة قالية 1955، ربنا يطول في عمره يا رب. أصدر رئيس عدلي منصور ترقية اللواء محمود حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيس لأركان حرب خلفا لوزير الدفاع صدقي صبحي، وكان حجازي يشغل منصب مدير المخابرات الحربية. يبقى من 2011 لحد دلوقتي تولى المخابرات، تولى رئاسة لأركان الجيش المصري الفريق صدقي فريق عبد الفتاح السيسي، الفريق صدقي صبحي صالح، الفريق محمد فريق حجازي، فريق أسامة عسكر. ده كله في خلال 6 سنوات، في خلال 9 سنوات تقريبا أو 10، نقول 10 سنوات دلوقتي. وده شيء جميل. في ناس بتاخد الكلام ده بيقولوا إن في مشاكل في الجيش، إن في غضب من السلطة على أحد رجال الجيش، إن في، لا الكلام ده كله كلام فاضي. دلوقتي الدولة بتتكلم وبتفكر بفكر حديث جدا، وعلى طول الدنيا بتتحرك وفي أجهزة حديثة، وطبعا بيشوفوا مين الاصلح ومين الاقدر لتولي المناصب، وبناء عليه بيتم ترقيه القاده وتوليتهم للمناصب العسكريه وخاصه المناصب العسكريه. نتمنى التوفيق للفريق اسامه عسكر والتوفيق للفريق محمد حجازي كمستشار لرئيس الجمهوريه لمبادره حياه كريمه. طبعا دعمكم الكبير للقناه ولايك وشير لفيديوهاتنا، وما تنسوش اي حد ما دس على زر الجرس يضغط على زر الجرس يا جماعه، لايك للفيديوهات. حضرتك اتفرجت على الفيديو انا بشكرك كتير جدا، ولكن اضغط لايك كمان للفيديو، ده بيرفع من القناه بتاعتنا. وطبعا بشكركم على كل الدعم اللي فات. اي حد عنده اي تعليق اكتب لي في الكومنتات وانا برد على كل التعليقات، واشكر اي حد كان بينتقدني وانا رديت عليه برضه نقد بناء ومحترم وهادف. بشكر كل الاخوه والاصدقاء واللي موجودين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تابعونا على فيسبوك مصر الحضاره او صفحه سلامه رمضان، وبشكركم على المتابعة وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي جاي مهم جدا، نتكلم عن استيراد التصدير، تابعونا في الحلقة الجاية. السلام عليكم.